السلام عليكم. ما الموكب الجنازة توقف بسبب قنطرة السوق القديم بأجدير؟ يلا هذا هو المشكل اللي كنا كنحكيو للسيد العامل والسيد الكاتب العام والسيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة أجدير، هذا هو اللي كنا كنهضروا عليه، ها هو الموكب ديال الجنازة معرقل. هو قنطرة السوق القديم اللي كنا كنهضروا عليها مع السيد عامر والسيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة تجديد والسادة رؤساء جماعة القرويين تقريبا الخمس، لأن قنطرة كتدي لتيزي وسليس، سيدي علي بورقبة، سيدي علي بورقبة، قاسيطة، والنواحي الدواوير أكثر من 45 دوار اللي كيشمل. وحنا الجنازة دابا حنا عندنا القبور ها هما القبور أنفصلين على الجمع، حنا دابا ما لقيناش منين ندوزو حتى الجنازة، والطوموبيلات ها هما معرقلين شي من الواد لهي شي من الواد لهنا، وعاد الواد ماشي هذه هي الحملة ديالو اللي كنا كنهضرو عليها، ماشي هذه هي الحملة ديال الواد. وكنطلبوا من السلطات والمعنيين بالأمر ورؤساء جماعة القراوين ورؤساء البرنامج ورؤساء الجهات مستشارين غياخدوا بعين الاعتبار بهاد القنطرة هادي باش يشوفوا من حال هاد الساكنة هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، باش التمليح صحة بخير. توجه تحية للحكومة جديد للممثلين جديد، وجات فخرنا نغد قوينة دير وقت دير وقت الانتخاب ونتغانا هذا مواطن سند كل شيء سند روخا الطلب زيتنا غاخدا ونعاود دير الحضايا الزان الكارثة داخل وقعا الحمد لله. نحمد سيدي ربي وتاخذ من خيرك الحمد وخمد غاد مواطن من وقعا البركة سيدي ربي جد جوا الحمد لله. كلشي نتاخي كلشي المرايا نتاخي كسن الحمد لله. ونطلب طلب زي المرشحين جديد زي الحكومة جديد أخ عاونا دي منايا، اللهم لك الحمد وشكرا والسلام عليكم. مطور مشارة مجدي وطاني عاضي وسلم بحال الله العظيم وتضرب عاضي تعزة أرشان سيدي يا ربي يا ربي السلامة يا ربي يا ربي السلامة يا ربي. يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي.